السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنبقى مع بعض في فيديو جديد بسيط وسهل جدا 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 زي ما احنا تعودنا في الفترة الاخيرة. بحاول اعمل لكم حاجات من البيت تفيدنا في الحظر اللي احنا فيه ده. طبعا ناس كتير ما بتقدرش تجيب اي منتجات تجميلية دلوقتي، فانا حبيت ان انا افيدكم بحاجات كنت بستخدمها من قبل كده وكانت بتجيب معايا نتيجة هايلة جدا. النهاردة ان شاء الله عندنا وصفة او هنتكلم عن حاجة اسمها حليب جوز الهند. تابعوا معايا الفيديو ده للاخر، الفيديو ده مهم جدا جدا جدا. من حاجة واحدة هنعمل ثلاث حاجات مهمة للبشرة، وكمان انا محتاجة منكم ان احنا نلف كده بالفيديو ده على كل البنات اللي نعرفها واللي تهمنا، وان شاء الله باذن الله الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من اللايكات على ايديكم. ما تنسوش بقى تعملوا لي تحت اشتراك وكمان تفعلوا الجرس، وكمان يا ريت تعملوا لي لايك وكومنت برايكم في الفيديو. اي حاجه عاوزينها مني تاني اطلبوها تحت في الفيديوهات. ان شاء الله باذن الله تستمتعوا معايا بالفيديو. يلا بينا على طول نبدا الفيديو. النهارده هبتدي اتكلم معاكم عن حليب جوز الهند، حاجه من اهم الحاجات اللي احنا للاسف الشديد وجدا كمان تجاهلناها، على الرغم من ان تقريبا من حوالي 3 سنين انتشرت بشكل كبير جدا، كان بين الناس كتير قوي يوتيوبرز كتير جدا كانوا بيتكلموا عنها وازاي بيستخدموها للتفتيح وازاي وقد ايه نتائجها رهيبه والكلام كتير جدا جدا. خليني اتكلم معاكم عن حليب جوز الهند اللي معايا النهارده. انا ده شريان من لونه هايبر، هو معلش هنا عشان انا كنت مستخدماه يعني. تمام، هو اللي انا بستخدمه اسمه KLF. تمام، هو سريلانكي مكون من حليب جوز الهند الاصلي. بصوا، حليب جوز الهند الاصلي وميه، اللي جنبها دي ماده حافظه اللي هي مكتوب عليها اي 466، دي ماده حافظه. ده كده باختصار اللي انا بستخدمه. هو مكتوب عليه ان هو بيتناول خلال 3 ايام بعد الفتح. انا بستخدمه في حاجات كتير قوي يعني، مش بس البشره، بستخدمه في حاجات كتير هقول لكم عليها دلوقتي. النهارده مجالي ان انا هستخدمه ازاي في بشرتي وانتفع بيه ازاي. يعني اول حاجه تقدري تستخدميه كبديل طبيعي وحلو جدا 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 كمزيل للمكياج. ازاي؟ ناخد منه نص معلقه صغيره شاي على نص معلقة صغيرة او ربع معلقة صغيرة من زيت الزيتون. ده لو ما عندكيش زيت اللوز او ما عندكيش زيت الجوجوبا. اذا عندك زيت الجوجوبا يبقى احسن، لو انت كمان بشرتك دهنية او معرضة للحبوب هينفعك حلو جدا. طيب ليه بقى؟ ليه هو يستخدم كده؟ لانه هو اصلا زيت دسم مليان بالدهون المشبعة، يقدر ان هو يخلصك من اي ميك اب يكون ووتر بروف بمساعده الزيوت. طيب إيه لو انا مش حاطه ميك اب ووتر بروف، مجرد مثلا انا حاطه فاونديشن، حاطه بلاشر، حاطه باودر، اي حاجات من دي، اعمل ايه؟ استخدمه لوحده، يعني اللي هي لمسات نقط خفيفه منه على قطنه وبعدين ابتدي امشيها على وشي. انا هحط لكم هنا فيديوهات وانا بستخدمه في الحالتين، سواء كان مره مع زيوت ومره كان لوحده، وهوريكم نتيجه هايله بصراحه وازاي هو شايل فعلا الميك اب ده والميك اب الووتر بروف والميك اب العادي. طيب ده بالنسبة للبشرة، او ده بالنسبة يعني ده بالنسبة للبشرة. طب بعد كده اقدر اعمل فيه ايه؟ اقدر اني انا اعمل منه سكراب خفيف قوي ملوش اي حبيبات. يعني لو انت حابة انك تنقي بشرتك وتقشريها بشكل خفيف، فيوميا هتعملي الماسك ده. ايه اللي هو عبارة عن ايه؟ او خليكي معايا هوريهولك دلوقتي. عندي هنا دلوقتي حليب جوز الهند، هاخد منه معلقة اهي واحطها هنا، مش عايزه اكتر من كده منه، خلاص اتفقنا اهو هشيله. وهجيب الحاجه الثانيه بتاعتي اللي هي عباره عن ايه بقى، اللي هي عباره عن معلقه من بودره الشوفان المطحون. انا عايزه اوريها لكم كويس اهي، عندي شوفان مطحون وانا طحناه، كويس جدا ناعم خالص، هحطه وابتدي اني اقلب المزيج ده. تقدري انك مثلا تزيدي عليه معلقه عسل، لكن انا مش حق، والمزيج ده اصلا ما بيحسش خالص وجميل جدا، بيقشر البشره بشكل يومي، وده اللي انا دايما متعوده زي دلوقتي كده اعمله معاكم. يعني دلوقتي الساعه 10 بالليل فانا عاملاه معاكم، شايفين جميل ازاي؟
حلو جدا جدا. ده بقى بينقي البشرة وبيقشر لها تقشير خفيف، تداومي عليه الحاجات دي اللي هو المقشر ده، وتمسحي وشك باللي انا هقولك عليه دلوقتي. تبقى وشك في خلال اول، هتلاحظي اول نتيجة بعد اول 10 ايام، تستمري عليه 4 اسابيع متتاليين وشوفي النتيجة وتعالي قوليلي. تمام، كمل معاكم للاخر. برضو هتلاقوا عندي هنا صورة كده على الجنب، ازاي انا حطيته على وشي من كل جوانب وشي يعني. خلاص، وبرضو هتلاقوا صورة وبعد ما غسلته، او فيديو بعد ما غسلته ازاي انا كانت النتيجة يعني. خلاص، برجع تاني، خلصت وقشرت وعملت كل حاجة وتمام، مفيش مشاكل. اخد بقى قطنة مدورة وابتدي، ما احطش يعني، ما تحطيش القطنة جوه، غلط كده هتنقلي بكتيريا من بره لجوه. لا، انت تعملي ايه، تاخدي معلقة صغيرة منه وتبتدي تحطي القطنة في، يعني من خلال المعلقة دي تحطي السائل على القطنة وتبدأي تدلكي بيها وشك في كل أنحاء وشك بقى، تدليك من تحت لفوق. يعني يا بنات بجد روعة، وكمان ما بتحتاجيش تحطي مرطبات لأنه مرطب للبشرة الجافة بطريقة رهيبة. يعني عايزة أقول لكم إن أنا بقالي يومين، أنا بس مش شغالة عليه بقالي يومين، لأ انا كنت شغاله عليه قبل كده، بس بقالي من بقى المرطبات بتاعت بشرتي خلصانه. فعايزه اقول لكم ان انا ما عنديش غير سيرم الريتينول دلوقتي والكريم بتاع الكولاجين، فدول اللي انا بستخدمهم اثناء فتره تواجدي في البيت العاديه. لكن قبل النوم انا بعمل التقشير اللي قلت لكم عليه، وبستخدم حليب جوز الهند، رهيب يا بنات. بصحى الصبح بحس ان بشرتي منوره، بتتنفس، خدودي كده حمراء وممرضه. فبجد جربوها، هينفعكم جدا وهيعجبكم جدا جدا. ان شاء الله باذن الله تكونوا استفدتم من فيديو النهارده. ما تنسوش بس انه بعد ما تخلصوا لازم يتقفل كويس جدا، تمام، لازم، علشان شايفين ان هو بينزل. طب المهم ان شاء الله باذن الله تكونوا استفدتم من فيديو النهارده، ويكون افادكم باي حاجه. استنوا بقى مني فيديو ازاي انا بستخدمه لاطاله وتكثيف وازاله قشره الشعر يعني. قبل ما اختم معاكم انا حابه اقول لكم ان هو يعني في ناس هتقعد تقولي ده كذب وفشل، لان انا قابلت الكومنت ده قبل كده. في بس حاجه عايزه اقولها لكم، حاجه بسيطه جدا، ان حليب جوز الهند فيه كميه فيتامينات رهيبه، فيه فيتامين اي المهم جدا للبشره، فيتامين سي اللي هو بيشتغل كمضاد التهاب وتوحيد لون بشره، فيه فيتامين بي 1 و3 و5 و6 اللي هم اصلا مهمين لجميع الوظائف الحيويه في الجسم، فيه السيلينيوم اللي هو ماده مضادة للأكسدة اللي احنا بنستخدمها في معالجة قشرة الرأس والجلد اللي بيكون فيه قشور سميكة، في حمض الفوليك، في المغنيسيوم، في النحاس، في خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، في بوتاسيوم، في حديد، وفي منجنيز. ده لو احنا اتكلمنا عن محتوياته كده باختصار. طيب فوائده ايه؟ يرطب البشرة، بيعالج اثار الحبوب واثار الحروق، مزيل للمكياج طبيعي، بيقشر البشرة بشكل لطيف، بيدي للبشره اضاءه، كمان عايزه اقول لكم انه محارب ممتاز لعلامات التقدم في وسن، يعني علامات التقدم البشره، تمام. بيعالج بعض الامراض الجلديه زي ما انا قلت لكم، اعماء القشور السميكه. ازاي تستخدميه؟ زي ما قلت لكم كده في النهايه، اجمالا هستخدمه كمزيل للمكياج. اجيب لو المكياج بتاعك ووتر بروف، نص معلقه حليب جوز هند وربع معلقه من زيت الزيتون. لو لوحده المكياج عادي، استخدميه هو بروحه بس على القطنه وامسحي بيه وشك، وبعدين اغسلي وشك عادي بالغسول بتاعك. حليب مع الشعر هعمل لكم اللي انا قلت لكم عليه، مع البشره تستخدميه كمقشر بالطريقه اللي انا قلت لك عليها. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبك. ما تنسيش بقى ان تبعتيه لكل البنوتات اللي انت بتحبيهم، شيروا لي الفيديو ده على اكبر نطاق يا بنات، ويا ريت يا ريت يا ريت ما تنسونيش في اللايك وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد قريبا. مع السلامه.